السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني، أهلا بكم مرة تانية. يلا بقى تعالوا نكمل وحدتنا بصفحة 89 وبعد كده هنحل التست إن شاء الله. طبعا في صفحة 89 مديني سؤال الترتيب وبقول لي حط يلا سؤال الترتيب ده وكل كلمة تعالوا نحطها مكانها. طيب تعال نشوف أول حاجة الجملة الخبرية حبايبي، يعني بتبدأ باسم أو ضمير. بقول لي is useful money، عايز أقول إن المال مفيد، يبقى الفاعل بتاع حبايبي money ده اسم، وبعدين الفعل is، وبعدين useful، يبقى money is useful full stop. طب is Egypt currency of the pound the، طب عايز اقول ان الجنيه هي عملة مصر، يبقى the pound طبعا ده الفعل بتاعي الاسم بتاعي، يعني الفعل بتاع حبايبي الفعل is. طيب عايز اقول بقى عملة مصر، يبقى اقول the currency of Egypt يعني عملة مصر. طب تعال نشوف يلا السؤال التاني. طبعا دي حبايبي جملة أمرية، هي بتبدأ بفعل يا بتبدأ بدونت. طبعا هنا بيقول لي drop pencil the don't، عايز أقول لا تلقي القلم، يبقى don't الفعل بتاع حبايبي مصدر الفعل ده اللي هو الفعل، يعني اللي هو كلمة drop يعني يسقط، وبعدين the pencil يعني لا تسقط القلم. طب تعال نشوف الجملة اللي بعدها، الفعل بتاعي كلمة باي يعني اشتري، طب والباقي حطه بقى في المربع الأخير، يبقى باي هنشتري ايه، يبقى باي بوكس يعني اشتري الكتب، ات يعني من، ذا ستيشنري شوب يعني من المكتبة ومحل الأدوات المكتبية. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال اللي بعده الأسئلة. بقول لي is ruler the what of made، يبقى أداة الاستفهام بتاعتي what، الفعل المساعد بتاع is، الفعل بتاع الاسم بتاع اللي هو the ruler، طب والفعل الأساسي made وفي الآخر of، يبقى what is the ruler made of يعني من ماذا تصنع المسطرة. طب اللي بعدها are how skirts match the، طبعا بسأل عن السعر حبايبي ب how much، طب الفعل بتاع المساعد or، طب الفعل بتاعي the skirts يعني how much are the skirts يعني ما سعر الجيبات حبايبي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيبدأ بهل there bins are any، يبقى هقول are there any bins يعني هل يوجد اي اقلام. number 2 coin is a there، طبعا برضو هبدأ بis وبعدين اقول there، يبقى is there a coin يعني هل يوجد عملة معدنية. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 91 السؤال الاولاني، المفروض بشوف الكلمات دي انجلش واكتبها عربيك. طيب عندنا paints، قلنا paints يعني الوان، want يعني يريد، currency يعني عملة، point يعني يشير، plastic يعني plastic. طب تعالوا نشوف يلا الكلمات العربيك، عندنا حقائب يعني bags، طب حذاء يعني shoes، طب محل زهور يعني flower shop، طب ولد يعني boy، طب معدن يعني metal. تعالوا نشوف يلا حبايبي السؤال اللي بعده، سؤال اختياري. بقول لي ايه there in a pens، مثلا انا عارفها pens دي جمع فتاخد ار، يبقى ار there in a pens. how ايه is the skirt please، شوف حبايبي قال لي that's 72 pounds، ده ب 72 جنيه، برافو عليكم. يبقى how much، how much يعني كم سعر، انا بس عايز السعر ب how much حبايبي. تعالوا حبايبي يلا نشوف العمود الثاني، عندنا كلمه need يعني يحتاج، عندنا كلمة sweets يعني حلوة، و not useful يعني ليس مفيد، و useful يعني مفيد. بقول له we use money to buy things، يعني احنا بنستخدم الفلوس عشان نشتري اشياء. money is very ايه، هتقول لي money is very useful يعني مفيدة. in our world في عالمنا، in Egypt people use money to buy things، في مصر الناس
بتستخدم الفلوس عشان تشتري أشياء. They eat like houses and clothes. بتشتري أشياء اللي هم برافو عليك واللي هم محتاجينها. يبقى they need like houses and clothes شكل الملابس وكمان المنازل. We can also use it to buy things we want يعني حاجات محتاجينها like ايه and toys هتقول like sweets حلويات محتاجينها بس نقدر نستغنى عنها حبايبي. تعالوا يلا نشوف سؤال الترتيب. اول سؤال مترتب قال لي this is my classroom. طب money there how much is. طبعا حبايبي هنا هسأل بهاو ماتش بس هاو ماتش هنا بتسأل عن الكمية حبايبي يبقى هاو ماتش ماني تاخد از وبعدين ذير عشان ده سؤال وحط في الاخر question mark. تعالوا حبايبي يلا نشوف التست بتاعنا في صفحة 94. طبعا هكمل الكلمات دي سهل خالص. point شير coin عملة boy ولد soil تربة. برافو عليكم. طب تعالوا يلا نرتب. عندنا stationery what shop is. طبعا عايز اقول ما هو محل الادوات المكتبية يبقى what is a stationery shop يعني ما هو محل الادوات المكتبية. want cactus I a يبقى هقول حبايبي I want a cactus يعني انا اريد صبارة. يلا تعالوا نشوف سؤال الاختياري. قول لي yeah, there a. طبعا حبايبي ما ينفعش اجيب not مع yes يبقى قول لي yeah, there are. number 2 قول لي 20 plus 20 is a 20 و20 يدينا كام هتقول لي 40 40. number 3 we use money to a things بنستخدم الفلوس عشان نعمل ايه في الاشياء يبقى buy نشتري. number 4 money is a هتقول لي برافو عليك money is useful مفيدة. number 5 بقول لها notebook الكراسة is made of a هتقول is made of paper يعني مصنوعة من الورق. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال اللي بعده. المفروض ان انا يلا بختار يا ترى دي 12 ولا 20 هتقول لي 20. يا ترى دي coin ولا bill هتقول لا bill عملة ورقية. طب دي notebooks ولا books هتقول لا دي notebooks يعني كراريس. طب ترى دي بلاستيك ولا جلاس هتقول لي لا دي بلاستيك يا مستر. تعالوا حبايبي يلا نقرا القطعه دي عشان نشوف ترو ولا فولس صح ولا غلط. لازم اقراها كويس اترجمها وعشان اقرا كويس لازم اقرا من النقطه للنقطه واترجم. بقول ان ايجيبت بيبل يوز ماني تو باي ثينجز يعني في مصر الناس بتستخدم الفلوس عشان تشتري اشياء. ان ايجيبت ذا باوند از اور ماني اور كرنسي يعني في مصر الجنيه هو فلوسنا او عملتنا. We use money to buy things we need like clothes, food and houses يعني احنا بنستخدم الفلوس عشان نشتري اشياء بنحتاجها شكل الملابس والطعام والبيوت. شفت حبايبي ببدأ من نقطة لغير النقطة وترجم. We also use money to buy things we want like sweets and toys يعني احنا بنستخدم الفلوس ايضا عشان نشتري اشياء نريدها شكل الحلويات والالعاب. تعالوا يلا اول سؤال بقول people use money to sell things بيستخدموا الفلوس عشان يبيعوا اشياء. لا طبعا ولا عشان نشتري اشياء يبقى دي اكيد false خطأ. number 2 بقول the pound the currency of Egypt الجنيه وعملة مصر صح طبعا true. things we need are sweets الحاجات اللي احنا محتاجينها وما نقدرش نستغنى عنها هل سويتس طبعا غلط. طب things we want are toys حاجات نريدها ونستطيع نستغنى عنها toys طبعا true. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال اللي بعده. هنرتب الكلمات يلا. اول كلمة اكيد كلمة pound. pound حبايبي بمعنى جنيه. اللي بعدها حبايبي كلمة 40 و 40 يعني 40. تعالوا يلا نشوف اللي بعدها orange. orange بمعنى برتقالة سهلة جدا. تعالوا يلا نشوف نجاوب على الأسئلة دي. قولي are there any books يعني ايه حبايبي. ايوه انا عارف يا مستر يعني هل يوجد اي كتب. طبعا في هنا كتب يبقى هقول yes comma there are full stop.
How much money is there? كم كمية الفلوس اللي موجودة حبايبي؟ دول كام؟ ادي 50 وادي 20 يبقى 70. يبقى هقول that's 70 pounds، يعني دول 70 جنيه. تعالوا يلا ننسخ الخط ده، or ال A تطلع حبايبي لأنها كابيتال فوق السطرين there، اكتب شكل بالظبط حبايبي. any lemons لما تكتبه ملتزم بالسطور يطلع خطك أجمل كمان من الخط اللي فوق. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. واستنونا مع بداية الحلقة الوحدة التاسعة واللي عنوانها On the Farm. Goodbye. السلام عليكم.